السلام عليكم يا شباب، الاخبار؟ في الفيديو اللي فات عملنا نافيجيشن زي ما انتم شايفين في الموبايل، الدنيا شغاله تمام زي الفل. تمام، ناقص بقى كام حاجه. المفروض دلوقتي هنبدا في السكشن الاولاني اللي هو دوت. تمام، بس في كام حاجه صغيره كده هنعملهم قبل ما نبدا في السكشن الاولاني. رقم واحد، في حاجه ما خدناش بالنا منها الفيديو اللي فات، وهو ان البوتون ظاهر في الشاشات الكبيرة. هو الستايل بتاعه بس اللي بيظهر في الشاشة الصغيرة، بس البوتون نفسه لسه ظاهر في الشاشات الكبيرة. فهنضطر نعمل الكلام ده. اد ميديا مينيمم ويدث 762 بكسل، الهيدر ناف بوتون، يبقى ديسبلاي نون، يعني الشاشات من اول 762 لفوق البوتون مش موجود. هل الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. لو تفتكر الفيديو اللي فات كنا فيه مارجن شلناه، فهنرجعه تاني، لان كان سبب ان احنا شلناه ان كان بوتون موجود بس ما خدناش بالنا منه. فهنرجع مارجن تاني، ادي مارجن الزيرو اللي احنا كنا مديانه، لو شلناه هيرجع مظبوط زي ما كان. نروح نشيله اهو كده، مش عايزين كده، الدنيا تمام. ادي اول حاجة عملناها. تاني حاجة هنعملها هو ان احنا لما نسكرول يحصل باك جراوند بيضة للهيدر دوت، ويبدأ بقى اللوجو يظهر، اللوجو الأغمق، ويبدأ بقى التكست الكالر بتاع الكلام هنا يبقى برضه غامق. نشوف الكلام ده يحصل ازاي. أول حاجة تعالوا نشوف هنا السكشن شكل أصلا شكله عامل ازاي، ويكون الدنيا فيه عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين هيكون السكشن واخد 100% من الهايت بتاع الويندو، او مش 100%، ممكن نخليه كده مثلا اللي هو 3/4. اعتقد لو خليناها هي 100% كويس. بعدين لما يسكرول يبقى كده مثلا، لطيف، ماشي خلاص. هنعمله بياخد 100% من الهايت من الويندو. تمام، هتعمل ازاي؟ زمان كان في ناس بتعملها بالجافا سكريبت، ان هو يجيب الهايب بتاع الويندو وبعدين يديها للسكشن اللي هو السكشن بتاعه. بس انا بصراحه من الناس اللي كنت بعمل كده زمان، بس في طريقه افضل من كده بكتير جدا وابسط من كده، هو بالسي اس اس، مش محتاج جافا سكريبت خالص. اول حاجه هنروح فوق هنا، هنقول ان ال HTML والبادي هيكون الهايب بتاعهم 100%. جميل. وبما ان ال HTML وال body بقى الهايت داون بتاعهم 100%، يبقى ممكن اخلي حاجة تانية لما child ال body تبقى 100%، وبالتالي هتاخد 100% بتاعة ال window. بس خلينا نعمل حاجة كويسة. احنا كده كده ما كنا المفروض، يعني بعد ما نعمل الكلام ده المفروض كنا نعمل overflow y scroll، بس كده كده احنا عاملين overflow x hidden، فبالتلقائي هيكون ال y scroll. تمام، فنعمل سيف هنا ونبدأ نعمل السكشن بتاعنا. هديف سكشن، ونخلي ده لي كلاس تانية. السكشن ده هيكون هنخليه الكلاس العام بتاع كل السكشن، وهنا هنخلي كلاس تاني اسمه مين سكشن عشان نخصص حاجة للسكشن ده. هنخلي السكشن كلها، او هنعمل هنا سكشنز، هنعمل هنا مين سيكشن. تمام، هنخلي السيكشنز كلها، سوري، تمام، في غلطة هنا، مظبوط. السيكشن كل السيكشن هتبقى هايت 100%. مبدئيا هخلي كل سيكشن مبدأ 100%، لكن ممكن ما نخليهمش كلهم 100%. هنعمل كذا كذا سكشن بس عشان نعمل اكن فيه يعني هايت عشان نبدأ نسكرول اهو. تمام، طبعا عايزين نخلي الباك جراوند ديت للمين سكشن بس، فهنروح كده هناخد الباك جراوند ديت ونديها للمين سكشن بس. هو طبعا لسه هنظبط الصورة الخلفية دي، مش هنعمل بالشكل ده، بس هنخليها الفيديو الجاي. ريفرش، تمام زي الفل، عشان نعرف برضو السكاشن التانية، او
section 2 و section 3. نروح هنا او section 2 و section 3. تمام. طب هنا الهيدر عامل كده ليه؟ لانها ما عملناهوش fixed. نرجع كده ونخلي الهيدر fixed. fixed بدل relative ونخلي التوب 0 والليفت 0 والرايت 0. نروح هنا كده تمام زي الفل. جميل. عايزين بقى لما نسكرول قبل ما ندخل على السكشن الثاني يحصل الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده، ان هو الباك جراوند بقى بيضه واللوجو هنا يبقى غامق، الكلام ده كله. هنعمل ايه؟ هنروح للجافا سكريبت، هنقول ايه؟ هنقول الويندو دوت سكرول. الويندو لما تسكرول هيحصل ايه؟ هيحصل فانكشن. طب الفانكشن دي هتعمل ايه؟ هيكون في جوه كيس معينة اللي هي الويندو، سوري، الويندو دوت سكرول توب. هتجيب السكرول توب، هتجيب المسافة اللي انا عملت لها سكرول. لو اكبر من او يساوي ال main section، ولا اقول لكم بدل ما نقعد ندهلها هنا نعمل variable، عشان مش كل ما سكرول يقعد ينده للمين سيكشن، فنعمل فاريبل يشيل المين سيكشن دي. مين سيكشن يساوي المين سيكشن، هنقول لو اكبر من او يساوي المين سيكشن دوت هايت. لو اكبر من الهايت بتاع المين سيكشن ناقص 100. ليه ناقص 100؟ عشان انا عايز قبل ما ينتهي من الهايت ب 100 بكسل، مش عايز قبل ما ينتهي من الهايت، بعد ما ينتهي من الهايت يبدأ هنا بقى يطبق. عايز قبل ما يبدأ يعني هنا كده يبدأ بقى يغير. هيعمل ايه بقى بعد لو الكيس ده حصلت؟ الهيدر، صحيح، هنا عايزين نعمل بعد ما كلش هنقعد ننده للهيدر، هنعمل variable اسمه هيدر يساوي هيدر، ونعمل كده. جميل جدا. دوت فايند. جميل. وبعدين نقول هنا برضو هيدر دوت فايند، بقى مش دوت فايند بقى، هنا هنشتغل هيدر نفسه. دوت اد كلاس ستيكي. جميل. بعدين لو قلت لو بقى مش اكبر هنعكس بقى، بعد ما كان بيأد كلاس هيرموف الكلاس. نروح ونشوف هل الكلام ده بيشتغل ولا لا. نشوف الكلام ده اهو، في مشكله. نشوف فين المشكله. ويندو سكرول توب اكبر من او يساوي مين سيكشن هايت. تمام، مين سيكشن مظبوطه. ويندو سكرول اف كذا else لو هيدر موف الستيكي. هو لما زاد عملت سكرول حطها على طول. نشوف سكرول توب اكبر من او يساوي مين، سوري، حصل بس ده غلط من عندي. المين سكشن نسيت الدوت بتاعت الكلاس، بالتالي كانت عدت بترو. يعني هو مش بالنسبه له الكلام ده بيساوي صفر، يعني فولس. الكلام ده بيساوي فولس اللي هو بصفر، فصفر هو طبعا اكيد اكبر من صفر يعني. فماشي، نعمل ريفرش يعني تاني. دلوقتي مفيش ستيكي. لما ينزل هنا في ستيكي، لما يطلع تاني بيشيل الستيكي. او لو تلاحظوا قبل ما الهايت ينتهي ب 100 بيكسل بيبدا يحط الكلاس اسمه ستيكي. الكلاس اللي اسمه ستيكي ده بقى هنحط عليه الستايل اللي احنا عايزينه. هنعمل باك جراوند كولر ابيض، وهنخلي اللوجو الايمج ديت تبقى سالب 100% عشان يظهر الاسود. وهنخلي بقى الكالرز كلها هنا، الكالرز كلها 3 3. وممكن نخلي كمان هنا بوردر بوتوم 1 بكسل. ممكن نعمل بوردر ولا بلاش بوردر خالص، نعمل بوكس شادو احسن.
صفر واحد بكسل، واحد بكسل ده اللي هو بالطول، دي اللي هو بالطول اللي تحت، ودي اللي هي المفروض تخش يمين. فانا عايزين واحد بكسل تحت، 5 بكسل، 0 ار جي بي، عايزينها اسود شفاف، نص كويس، من 10. جميل قوي كده، اعتقد كده يكون شكلها لطيف. ماشي، ناخد الكلام ده نروح هناك، الهيدر دوت ستيكي. لو هيدر لو ستيكي هياخد باك جراوند كولر ابيض وبوكس شادو، تمام. بعدين اللوجو، الهيدر لو ستيكي، بالنسبة للوجو ايمج، لوجو ايمج يبقى توب سالب 100%. تمام، عندنا حاجة تاني لها علاقة بالستيكي؟ عندنا اللون بتاع الليست ايتم، ناف ليست ايتم كولر 3 رتات. وعندنا ايه تاني؟ تقريبا ما عندناش حاجة تاني. كويس اوي كده، اهو واحدة واحدة اهو اتغيرت هنا، تمام جميل. هطبعا محتاجين ندي مارجن توب بسيط جدا، يعني هنا نزود مارجن توب، واخد 14 مارجن، نخليه مثلا 16 توب، 16 بكسل. مارجن نلغي مارجن بوتوم عشان ما يأثرش في الهايت بتاع نخليها 17. حلو، تمام جميل. نخلي الناف هيدر ناف ليست مارجن توب 17 بكسل، بس خلاص كده. هوب كده ظبطنا الدنيا، بس محتاجين بقى نظبطها هنا برضو، يعني فين في الناف بوتون. ادي الناف بوتون، ناف بوتون اهو، بوتون لاين. ايوه، ناخد نفس الكلام ده عشان عايزين اللاين دوت بدل الباك جراوند بتاعه ابيض يبقى باك جراوند كولر بتاعه ايه بقى؟ باك جراوند كولر بتاعه ايه؟ 3 تلاتات. بس كام ده امتى؟ لما هيدر ستيكي مظبوط كده صح؟ لا، ستيكي بالسي، واحد بدأ يفصل. تمام، ستيكي هيكون باك جراوند بتاعه 3 تلاتات. طب الاكتف بتاعه، الاكتف بتاعه هنا هيكون ترانسبيرنت. لو جميل جميل جميل، مش لو لا ماشي. هنا كنا قايلين ايه؟ الباك جراوند بتاعه ترانسبيرنت لو مش اكتف، وبرضه هنزود عليها لو مش اكتف، لو مش اكتف هنا ده بوتون لاين ستيكي يبقى باك جراوند كولر ابيض. عملنا ايه؟ قلنا لو الهيدر ستيكي والناف مش اكتف يبقى الباك جراوند بتاعه 3 تلاتات، تمام. لو ستيكي ومش اكتف باك جراوند كولر بتاع اللاين اسود، جميل. لكن في الطبيعي هيكون ابيض، يعني هنشيل كده الجزئية دي ملهاش لازمة هنا. مظبوط، نرجع كده ونشوف هناك الدنيا تمام ولا ايه.
دي محتاجين نعدلها برضو. بس نشوف الأول هنا، نراجع اللي احنا عملناه تاني. احنا قلنا لو الهيدر ستيك جميل وناف مش اكتف، ناف مش اكتف، الباك جراوند كولر بتاع البوتون لاين 33، بوتون لاين انا كده تمام مظبوط. نتأكد، حاسس ان في حاجة مش مظبوطة عاملينها. الهيدر ستيك دلوقتي ممكن انا كاتب كلمة ستيك غلط، صح؟ انا غلطتي، انا كنت كاتب ستيك مش ستيكي. ماشي، نرجع تمام اهو اسود. هو ده اللي احنا كنا عايزين نعمله. تمام، اخر حاجة هنعملها ان الليست ايتم هتكون كولر ابيض في اف ناقصة. جميل، خلاص كده كده الدنيا تمام. بس كده نكون خلصنا الهيدر خالص لغاية ال responsive، وممكن كمان ننزلها شوية ما تكونش لازقة في الهيدر كده. يعني نعمل margin top 15 بكسل، أعتقد كده كويس أوي. nav list margin 15 بكسل فوق ويمين وشمال لأ، وبوتوم لأ. بس وبكده بعد عناء طويل وكودن ودماغ ساحت، عملنا الحمد لله نافيجيشن بالسكرول افكت بالموبايل، بشكل موبايل. لو حابين نعمل فيديو مخصوص نعمل اشكال مختلفة للنافيجيشن على الموبايل، او في اشكال على مزاجكم، او اشكال نفسكم تعملوها قولوها. وان شاء الله هشوف بقى الاسبوع الجاي نعمل بقية نعمل الكومبوننت اللي بعديه، او ننزل شوية فيديوهات الاسبوع الجاي. هيكون ان شاء الله الفيديوهات اسبوعية. اشوفكم الاسبوع الجاي، يلا سلام عليكم.